السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هجهز معاكم شنطة الولادة. انا هولد الساعة 10 الصبح بكرة ان شاء الله، وعايزة دعواتكم كده، دعولي ربنا يقومني بالسلامة انا والبيبي وانا وكل اللي زي يا رب ان شاء الله. فهجهز معاكم شنطة الولادة كده، يلا بينا نبدأ مع بعض. دي الشنطة كنت وريتها لكم في فيديو مشتريات البيبي قبل كده. ايه، هنفتحها مع بعض كده وهوريكم احنا هنحط ايه. ايه اول حاجة احنا هنحطها؟ هي غيار البيبي. انا هاخد لها نونة، يعني هاخد لها غيارين معايا. ايه اول حاجة هاخدها هي السالوبيت دي، زي ما انتوا شايفين كده انا هاخدها، وهاخد لها ايه برضو فلنة كده قط بكبسين زي ما انتوا شايفين، واحدة نص، وبرضو واحدة كم، وهما بقى حسب ايه ما يلاقوا الجو يعني ويلبسوها. وهاخد لها برضو البنطلون القطن ده زي ما انتوا شايفينه كده، وطبعا باقي الطاقية بتاعت السالوبيتا والبافيتا هاخدها، وواحدة بامبرز كده. ايه وهنلفهم مع بعض. لفهم كده، هعملهم رول زي ما انتوا شايفين كده، وهنحطهم في الشنطة مع بعض. دي اول حاجة خدتها معايا، وتاني غيار معايا برضو هاخده للبيبي، يعني عشان لو بت ممكن ابات وممكن لا حسب يعني الظروف. ده زي فستان كده ومعاه البنطلون بتاعه زي ما انتوا شايفين كده، ده بنطلونه، وده لاكلوك، ودي جلافزات كده معاه. وبرضو هاخد لها غيار، برضو واحدة فلنة حمالات كده، واخد لها واحدة كم زي سالوبيت كده برضو بكبسين كم، وهاخد واحدة بامبرز برضو هنطبقهم كده مع بعض وهعملهم رول زي ما انتوا شايفين كده، حطهم برضو في الشنطة. دي كانت تاني حاجة معانا. وتالت حاجة برضو هاخدها هي الكوفرتة دي. دي كوفرتة قطن، هي طبقتين يعني تقيلة زي ما انتوا شايفين كده. انا برضو هاخدها معايا عشان تتلف بيها يعني بعد ما تطلع. ورابع حاجة برضو هاخدها معايا هي فوطة، فوطة قطن كده يعني تكون كويسة. دي طبعا ليا، برضو هحطها في الشنطة. وبرضو فوطة قطن تانية، دي فوطة قطن بس صغيرة كده عشان لو البيبي احتاج فوطة او انا احتاجت فوطة ليه يعني ليها، فبرضو هاخد فوطة قطن تانية بس تكون صغيرة يعني كده فوطين. وبما اني برضو هاخد بنتي زوزو معايا يعني في المستشفى، فانا برضو اخد لها غيار معايا بودي كده وشورت، هحطهم برضو معايا في الشنطة. وهاخد برضو هاخد الاسدال ده، ده عشان البسه وانا طالعة من المستشفى ان شاء الله بعد الولادة، برضو هحطه. وبرضو هاخد حاجة عشان البسها لما اطلع من اوضة العمليات، دي عباية، هي عباية قطن كده بكم يعني وبزنت برضو. لو مش حابة ان انت تغطي راسك بالزنت يعني عادي ممكن تاخدي طرحة، بس انا مش هاخد طرحة، انا هستكفى بالزنت ده، هقفله كده يعني على شعري وهطبقها وحطها معاكم دلوقتي في الشنطة. وطبعا ما ننساش لازم 2 غيار داخلي يعني تحسبا يعني لو حصل اي حاجة واضطريتي ان انت تغيري. ف
فانا هحط الغيارين، غيارين داخليين، وبرضو وهاخد معايا سليبر برضو عشان لو او ممكن تتمشي بعد الولادة القيصري، طبعا لازم الواحدة بتقوم وتتمشى، فانا هاخده معايا هحطه في كيسة كده واحطه في الشنطة. وبرضو هاخد معايا بامبرز زيادة، يعني انا اخده 2 في الطقمين اللي انا اخدهم للبيبي، هاخد كمان 4 احتياطي، يعني احتجتهم بقى او ما احتجتهمش. وبرضو لازم تجيبي طبعا فوط صحية ليكي، برضو انا هاخده بالزيادة، فدي برضو حاجة مهمة ما ينفعش ان انتوا تنسوها. ودلوقتي برضو هناخد مع بعض اللي هي الشامبو والزيت بتاع البيبي عشان ساعات بيطلبوهم في المستشفى، زي ما انتوا شايفين كده ده شامبو جونسون. انا جايبة الشنط الصغيرة الحلوة دي، فانا هحط فيها الشامبو والزيت بتاع البيبي، الشامبو والزيت، وهقفلهم كده عشان لو احتاجوهم يطلعوهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا مش هنسى الببرونة، كنت وريتها لكم برضو في فيديو مشتريات قبل كده، هاخدها معايا عشان لو احتاجوها برضو او البيبي يحتاج ان هو تاخد يعني رضع صناعي. وطبعا انا مش هنسى حاجاتي برضو، فانا دلوقتي اول حاجة هاخدها هي مزيل العرق من نيفيا اللي انا بحبه يعني متعودة عليه، وهاخد برضو فرشة الاسنان والمعجون بتاعي، وهاخد برضو كريم كده جونسون مرطب ده للايدين، يعني لو احتجت ان انا ارطب اي حاجة ايدي مثلا او اي حاجة. وطبعا اهم حاجة مش هنساها هي كريم اللي بيهيئ للرضاعة الطبيعية، يعني انا طبعا كنت ماشي عليه من الشهر السابع، من اخر الشهر السادس كده يعني، فانا برضو هاخده معايا احتياطي. وطبعا مش هنسى الفرشة بتاعت الشعر، لازم تاخدي فرشة او مشط حسب ما انت متعودة، وتاخدي برضو توكة كده لشعرك يعني احتياطي. انا هقفل الشنطة دي وهحطها، دي حاجتي ودي شنطة حاجة البيبي ودي حاجتي انا الشخصية زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا اهم حاجة برضو ما ينفعش ان احنا ننساها هي الاوراق بتاعت المستشفى والتحاليل بتاعتك، اوراق التحويل يعني والتحاليل، الدكتورة بتبقى لازم تشوفهم قبل الولادة، دي حاجة ضرورية برضو ما ينفعش ان انت تنسيهم. ولازم تاخدي بطاقتك معاكي او صورة من قسيمة الجواز، يعني في مستشفيات بتطلبها وفي مستشفيات لأ، فدي طبعا حسب كل مستشفى، انت عارفة انت هتولدي في مستشفى بتطلب ايه يعني منك وكده. وطبعا هاخد معايا وايبس، دي حجمها كبير فانا جايباها يعني عشان تقعد معايا فترة طويلة، فانا هاخدها معايا برضو في الشنطة احتياطي يعني. وهاخد معايا عبوة مناديل برضو فاين صغيرة كده، وطبعا انا كنت جبتلها السكاتة دي او التيتينة، الماركة دي برضو كانت جميلة يعني حلوة، فانا ان شاء الله هجربها لها بس لما تتولد باذن الله كده وتيجي بالسلامة، فانا مش عارفة اخدها معايا ولا لا، فانا هحطها احتياطي يعني وخلاص معايا في الشنطة، لا سواء احتجت لها لو بنت هناك في المستشفى او ما احتجت لهاش فانا هاخدها معايا وخلاص. وده كان فيديو تجهيز شنطة الولادة، ودعولي كده ربنا يقومني بالسلامة انا وكل اللي زيي يا رب، ويا رب اكون فدتكم باي معلومه في الفيديو. ولو الفيديو عجبكم متنسوش تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي، وادعولي كده واسيبكم في رعايه الله، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد بعد الولاده باذن الله، ومع السلامه.